بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نكمل إن شاء الله شابتر 3 لكتشر 3.8، نحل فيه سامبل بروبلم 3.4. هذا البروبلم نقول لك إنه في عندك بيم طوله كام؟ 4.8. تأثر عليه هذه القوى كل في اتجاه. المطلوب منك إنك تعطيه الأكويفالنت فورس المكافئ لها عند النقطة A. السؤال الثاني نفس السؤال لكن عند النقطة B. لاحظ انه هنا في هذه النقاط فيه عليها reactions، هذه ما تدخل في الحساب عندنا، ناخذ بالاعتبار بس القوى الموجوده عندنا. اولا نحسب الريزلتنت فورس، مجموع محصله هذه القوى يساوي عندنا 600. المومنت تبعها لكن حوالي النقطه A. لاحظ ناخذ اولا 600، هذه المومنت تبعها 1.6 مضروبه في 600، 100 تبعد 2.8 و 250 تبعد 4.8. إذا العزم الكلي حيكون ناقص 1880 اتجاه الكي. إذا هذا السيستم كله ممكن نستعيض عنه ب equivalent force اللي هي ناقص 600 نيوتن، لكن لازم نحط عليها العزم اللي هو عزم جميع هذه القوى عند النقطة A. هلا بدنا نجيب نفس الشيء لكن عند النقطة B. لاحظ ما نحتاج نرجع للسيستم الأول، لا مباشرة، لأن احنا ما في عندنا من القوى إلا ناقص 600 نيوتن، ممكن ننقلها مباشرة عند النقطة B، لكن زي ما سوينا هنا، لكن لازم أن نضيف عليها مومنت ثاني. المومنت هذا إيش هو؟ هو المومنت تبع الفورس هذه مضروب في اللي هو القوة هذه مضروبة في المسافة، مسافتها من B اللي هي 4.8. المومنت بدنا نحسب المومنت يساوي المومنت الموجودة أصلاً اللي هي تبع الـ A اللي هي ناقص 1880 زايد إيش؟ زايد اللي هو ناقص، لاحظ هنا ناقص 4.8. ليش؟ لأنه هذا عكس اتجاه الـ X-axis، هنا هذا الـ X-axis وهذا الـ Y-axis. ناقص 4.8 I مضروبة في ناقص 600 اللي هي الفورس اللي كانت موجودة عندنا هنا، نجمع يعطينا 1000 نيوتن متر. إذا السيستم الأصلي اللي كان موجود عندنا كمان ممكن نستعيض عنه ب الفورس ناقص 100 نيوتن والعزم اللي هو 1000 نيوتن بير متر، لكن عند النقطة B. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.